السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك والإعجاب والتعليق على الفيديو وشكرا. عاد الدولي المغربي السابق مبارك بوصوفة للحديث عن الحادث الذي كان بطله المهاجم عبد الرزاق حمد الله بعد أن قرر مغادرة المعسكر التدريبي للمنتخب قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا سنة 2019، وأدلى بوصوفة برأيه في واقعة مغادرة حمد الله لمعسكر الأسود خلال حديثه مع صفحة دي ام سي سبورت على تويتر قائلا: المدرب اختار فجر لتنفيذ ركلات الجزاء، لكن حمد الله جاء وفاتك منه الكرة. لم يكن الأمر محترما للغاية من جانبه، خاصة عندما تكون لاعبا جديد في الفريق. وأضاف: في اليوم التالي غادر حمد الله المعسكر ولم يتوقف عن التصريح بأن لا أحد في المنتخب يحبه. كنا نلعب تحت قيادة المدرب هيرفي رينار لفترات طويلة ولم نشهد مثل هذه الأشياء بين اللاعبين، لماذا تصرف على هذا النحو لا أدري. واختتم حديثه: غالبا ما نتحدث عن اتحاد اللاعبين فيما يتعلق بالمشاكل التي تحدث في المنتخب، لكن في بعض الأحيان عليك أن تنظر في المرآة، لأنه في بعض الأحيان تكون المشكلة أيضا في اللاعبين. وأكد الدولي المغربي السابق مبارك بوصوفة أنه يتمنى رؤية كل من حكيم زياش وعادل تعرابت وأمين حارس بقميص المنتخب المغربي مجددا. وقال بوصوفة في حديث مع موقع سكر 212: أود أن أرى اللاعبين من نوعية زياش وعادل تعرابت وأمين حارس في المنتخب الوطني المغربي. وأضاف بوصوفة بعد لقائه بحكيم زياش في أمريكا قائلا: حكيم حزين جدا وهو يحب المغرب وقد تأثر بالوضع الراهن سواء كان غيابه عن المنتخب أو قراره الأخير بالاعتزال. واستبعد خليل زيش لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش ومدافع أياكس أمستردام الهولندي نصير المزراوي منذ مدة لأسباب انضباطية. اعتاد مدرب المصري البورسعيدي معين الشعباني على رجل الأمن بعد مباراة فريقه أمام نهضة بركان والتي أقيمت مساء أمس الأحد على أرضية الملعب البلدي لبركان برسم إياب ربع نهائي مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. ووثقت عدسات الكاميرات توجيه الإطار التونسي للكمة بيديه تجاه رجل أمن كان يحاول تنيه بالليونة على الإخراط في الالتحامات مع حكم المقابلة عقب المواجهة التي آلت لصالح الفريق المغربي بهدف نظيف. ومن المحتمل أن يبوت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الواقعة ويفتح تحقيقا حولها لبحث إمكانية إصدار عقوبة في حق مدرب الترجي التونسي سابقا. وأقصي المصري البورسعيدي من دور الثمانية بعد استقبال هدفا داخل ميدانه أمام الفريق البرتغالي الذي عبر إلى نصف النهائي ليلاقي تيبي مازيمبي الكونغولي. قرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم استبعاد الحكم الجزائري عبيد شرف بسبب مستواه الفني في المباريات الاخيرة اخرها مواجهة الرجاء والاهلي والمصري في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. وجرى عبيد شرف على نفسه العديد من الانتقادات في المباراة المذكورة والتي كان فيها حكم للفار بسبب مغالطته لحكم الساحة جاك نضالة باظهار اللقطة من زاوية اخرى غير التي كان يجب العودة إليها للتأكد من وجود لمسة يد أم لا، ما دفعه لإعلان ضربة جزاء للأهلي. وحسب ما ذكرته صحيفة يلا كرة المصرية فإن الكاف قرر في بيان: لو استبدل الحكم عبيد شرف المكلف بالفار في مواجهة الأهلي الليبي والاتحاد في ربع نهائي كأس الكونفدرالية بمواطنه إبراهيم الحلو مع حلول نور الدين الجعفري بدل الحلو الذي كان مساعدا للشرف. وكان الرجاء الرياضي قد تقدم بشكوى للكاف والفيفا ضد الطاقم التحكيمي لمباراة الذهاب أمام الأهلي، وهو ما قام به كذلك المصري البورسعيدي في مواجهته أمام نهضة بركان علما أن عبيد شرف كان فيها حكم للفار. وسبق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن وقف الجزائري عبيد شرف عقب فضيحة نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2018 بين الأهلي والترجي بسبب قراراته الوهمية والخيالية.